السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة اجتماعيات مع مرشحات اجتماعيات للصف الأول المتوسط نهاية الكورس الثاني. إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو. نماذج أسئلة مع مرشحات يعني وياهن الحل، تعاريف، تعاليل، أختر يعني فراغات، كل شيء به تعداد. قلت لكم ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو. راح نمشي الفيديو على الكيف، وانت اخذوا لها اخذ الصور سكرين، واذا يعني نزلت قناتي على التليجرام، راح ابط رابط القناه بالوصف، اذا ما تقدر تاخذ سكرينات هنا. يلا عيني.